عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يوم جديد وملعب الأهلي ومباراة الأهلي ووادي دجلة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية في كل مكان في العالم بخير وسعادة يا رب العالمين، كل سنة والأمة العربية بخير يا رب وأمان، كل سنة والشعب المصري في أمن وأمان ورخاء وسلام دايما يا رب العالمين. كمان كل واحد من نية صافية ومن جوه قلبه بجد يعني عايز ونفسه يزور بيت الله الحرام، يا رب بحق هذا اليوم اكتبها له السنة الجاية إن شاء الرحمن. كل سنة وحضراتكم طيبين، إن شاء الرحمن بإذن الله سنة سعيدة على كل الشعب المصري بإذن الله تعالى. كل سنة وحضراتكم طيبين. ملعب الأهلي النهاردة ولقاء مهم جدا للنادي الأهلي، يجمع ما بين الأهلي ووادي دجلة، مباراة في منتهى الأهمية هتكون الساعة 8 إن شاء الرحمن بإذن الله تعالى، وهيكون كابتننا تشكيلة ملعب الأهلي كابتن ماهر همام، كابتن أسامة عرابي، وكابتن أحمد بلال. بالتأكيد هي مباراة في منتهى الأهمية، بالتأكيد كل الجماهير الأهلوية منتظراها، وخصوصا بعد رجوع النادي الأهلي من انتصار غالي جدا 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 على الترجي وتصدره المجموعة بفارق طبعا أو بحكم أو بلايحة اللقاءات المباشرة. الفوز على الترجي ادى حاجات كتير جدا للنادي الاهلي، لكن تبقى صعوبه في الايام اللي جايه. الصعوبه تتمثل في ضيق الوقت، الاهلي عنده مباراه النهارده يعني هتجمعه ما بين وادي دجله زي ما ذكرنا، وبعد ثلاث ايام يوم 24 يعني يوم الجمعه اللي جايه الاهلي كمان عنده مواجهه مع حرس الحدود في استاد اسكندريه او استاد الماكس ملعب حرس الحدود. بعديها باربع ايام هيبقى مع كامبالا، يعني اذا الاهلي هيخوض ثلاث مباريات في اقل من اسبوع، وده طبعا صعب جدا على الحته الاجهاد اللي هيصيب اللعيبه او بعض الحاجات اللي ممكن تبقى ليها اثر مستقبلي حتى في الفتره اللي جايه. وكان على اثره الراجل كارتيروني المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي بيقرا الموضوع بدري بدري، النهارده مريح سعد سمير عشان نقطه زي كده. المباراه اللي جمعتنا مع بعض انا وحضراتكم كانت الاخيره ما بين الاهلي والترجي. الاهلي والترجي عنوان لمتعه زي ما ذكرت في بدايه اليوم اللي كان قبل مباراة الأهلي والترجي. والأهلي والترجي مش رأيي أنا بس ومش رأيي غيري من الناس، رأيي كل واحد بيهتم بكرة القدم خصوصا كرة القدم العربية أو كرة القدم الإفريقية، هي عنوان لأقوى مواجهات الفرق على الإطلاق في البطولة القارية أو البطولة الأفريقية أو حتى على الصعيد أكمل، سواء كانت حاجات محلية حاجات قارية حاجات عربية. الأهلي والترجي هما أقوى فرقتين حوالي في الثمان سنين أو التسع سنين اللي فاتوا. الترجي فرقة تحترم، فرقة كمسؤولين، فرقة كجهاز فني، فرقة كلاعيبة طبعا محدش يقدر يتكلم عليها أبدا، بالعكس حتى اللي تعامل معاهم على المستوى الإداري ناس محترفة إلى أبعد ما يكون، يعني على المستوى الملعب أو التسعين دقيقة اللي موجودة في الملعب سواء كانت في تونس أو في مصر المنافسة حق مطلوب أو حق مكتسب لكل طرف من الطرفين سواء الأهلي أو الترجي. لكن بعد اللقاء أحلى تعامل، أصدق كلام، يعني أوفى أصحاب هم طبعا كل مسؤولين نادي الترجي، وأنا على المستوى الشخصي يعني شرفت إن أنا تعاملت مع مسؤولين نادي الترجي. لكن أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن جمهور الترجي وكل الناس اللي موجودة في تونس سواء كانت من جماهير الترجي أو الشعب التونسي كله لابد أن يعلم أنهم لهم مكانة عندنا في مصر بشكل عام وفي النادي الأهلي بشكل خاص. لا ما بنقول يعني مثلا أن الأهلي حظه أوفر في تونس، الأهلي يعني كناية مثلا يعني ملعب رادس وشه حلو علينا، زي ملعب مثلا برج العرب وشه حلو على الترجي، يعني الأهلي ما كسبش الترجي خالص في برج العرب خالص في كل المواجهات اللي جمعت ما بين الأهلي والترجي في برج العرب. وزيدك من الشعر بيت أن الأهلي لم يتفوق على الترجي في مصر من سبع سنين باستثناء الكونفدرالية، أنا بتكلم على دوري الأبطال، الأهلي لم يتفوق على الترجي في مصر. لكن لما بنقول أن الأهلي كسب الترجي في تونس وأن ده أكنه بيلعب في بيته، ده بتبقى مجازا بس على أو إسقاطا على الحالة اللي بتبقى فيها مباراة الأهلي والترجي. لكن على الجميع أن يعلم أنهم لهم مكانة في قلوبنا ولهم مكانة في وجداننا سواء كان على الشعب المصري أو على النادي الأهلي بشكل خاص. على العموم مهم جدا أنه هو يوصل وواصل أكيد على
لكل الناس من خلال اللقاءات ومن خلال التعاملات، سواء كانوا مسؤولين أو جماهير، جماهير حتى الترجي مع جماهير النادي الأهلي. مفيش أوفى من كده ومفيش أخلص من كده ومفيش أحسن من كده. طيب حضروا لي نفسكم، بعد أسبوع أو أقل أو أكتر شوية هعمل حاجة مهمة جدا لكل جماهير النادي الأهلي هنا من خلال ملعب الأهلي. مش مسألة مقارنات أو حاجات تاريخية وبس، لا، أنا بتكلم كل ده، أنا عايز زي ما قلت لحضراتكم يعني تفتخروا بناديكم بإدارته على مر العصور، على كل الرؤساء اللي كانوا موجودين، على كل لجان الكرة اللي تمثلت في النادي الأهلي، على كل المديرين التنفيذيين اللي كانوا موجودين في النادي الأهلي. مين بيسابق مين؟ مين بيبقى له السبق ومين بيقلده؟ مين بيبقى دايما وراه على طول؟ مش كناية في حد، أنا بتكلم دايما على مين سباق، عشان تعرف بس ان انت بتشجع ايه او بتنتمي لايه. انا بقول كده عزة في نادية، عزة في النادي الاهلي، مش تقليلا من حد. فعشان كده انتظروني بعد اسبوع من دلوقتي بنحضر حاجة تاريخية للنادي الاهلي، عشان تعرف كويس قوي انت مين بيمثلك او مين انت بتنتمي ليه وليه بتنتمي ليه، والحاجات التاريخية اللي محدش ابدا ابدا مهما كان يقدر ان هو يلغيها من تراثنا ومن تاريخنا. ان شاء الرحمن نحضر لها بشكل كويس، نعمل حاجات كويسه ان شاء الرحمن، عشان تبقى عارف كويس قوي العصر او الدنيا او التاريخ مشي ازاي. على العموم خلينا في لقائنا النهارده دجله، وداخلين احنا سخن على طول مع ان يوم عيد والدنيا لحمه والدنيا كويسه، وبعد ما يجي معايا الضيوف بتوعي كابتن ماهر وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال هنشوف كل واحد دبح ازاي، وانا النهارده كنت يعني فظيع في الدبح، فظيع. خلينا ننتظر مع ضيوفنا نشوف المشاهد بتاعه الذبح عامله ازاي، لكن نروح لكريم احمد على طول مراسلنا من هناك. كريم مساء الفل. طب اتفضل يا كريم، اتفضل يا كيم. شكرا ليك يا كابتن سيد، تحياتي ليك وكل سنه وانت طيب طبعا، وكل نجوم الاستوديو التحليلي عيد اضحى مبارك عليكم وعلى كل جمهور النادي الاهلي وعلى كل الامه العربيه والاسلاميه. بصدد طبعا مباراه الاهلي ووادي دجله زي ما قلنا من البطوله الافريقيه لبطوله الدوري، تلاحم مباريات كثير جدا، مسلسل ما بينتهيش بالنسبه للنادي الاهلي من مباراه لمباراه. بنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يستعيد الاستشفاء طبعا المتواصل من بعد ما وصلنا من تونس، يمكن الفتره قليله جدا، لكن يمكن زي ما احنا عارفين ده قدر النادي الاهلي، قدر البطل، لابد يكون جاهز بنسبه 100% في كل المباريات، بغض النظر عن زي ما احنا بنقول ان يكون في تلاحم مباريات. الفريق لسه واصل يوم السبت، يوم الاحد كان في تدريب، يوم الاثنين تدريب ودخول في معسكر مغلق، الامور يمكن زي ما بنقول مضغوطه شويه، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني، في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله كالعاده تكون على قدر المسؤوليه، وايضا كمان يستغلوا الفرحه المميزه والانتصار الرائع في رادس امام فريق الترجي اللي كان ليه تاثير كبير جدا على اللاعبين النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، وايضا كمان مجلس اداره واعضاء النادي الاهلي. الاهلي ووادي دجله على استاد السلام في الساعه 8 مساء. لو بتكلم معاك يا كابتن سيد سريعا ومع جمهور النادي الاهلي وبنطمنهم على ابرز كواليس اليوم بالنسبه لي الفريق، الفريق طبعا كان اختتم تدريباته امس كان في الساعه 8:30، ومن بعدها دخل في معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من استاد السلام اللي هيستقبل المباراه بمشيئه الله في الساعه 8 مساء. لعيبه النادي الاهلي يمكن زي ما قلنا وقلنا في الرسائل اللي كنا بنقولها من تونس، حاله التركيز حتى هذه اللحظه مستمره بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. مستر كارتيرون كان في يمكن محاضره لكل اللاعبين ولاعبين بشكل فردي ركز عليها بشكل مميز جدا على ثلاث نقاط، ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا لمستر باتريس. حذر اللاعبين من اغلاق ملف الترجي، نشوه الفرحه لابد ان يكون غلق الملف خلاص مجرد ان احنا وصلنا الى مصر والتركيز في بطوله الدوري العام. الامر الثاني كمان قال لابد من احترام فريق وادي دجله، وادي دجله يمكن من احد الفرق المميزه، هم عندهم نقطه وحيده خلال المباريات الماضيه، لكن زي ما انت عارف يا كابتن سيد مباراه النادي الاهلي امام اي فريق بتكون مباراه بطوله لكل الفرق، فعشان كده مش مشكله ان هو يكون عنده نقطه، أدى المباراة الماضية أداء غير مميز أو غير طيب بالنسبة له، ستظل وتبقى مباراة النادي الأهلي لكل الفرق هي مباراة بطولة. يمكن الساعة 5:30 هتكون محاضرة نهائية وأخيرة لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي، هو طبعا حضر بشكل كبير جدا خلال الأيام الماضية، استعان بأكثر من مباراة لفريق وادي دجلة، وخلاص يمكن زي ما بنقول وضع النقط على الحروف، وكمان تشكيل النادي الأهلي خلاص يمكن استقر عليه بشكل كبير، زي ما بنقول يمكن الشكل العام بالنسبة للنادي الأهلي ماشي عليه مستر باتريس
بطرس بيحاول ان هو يثبت عدد كبير جدا من العناصر الاساسيه، والتغيير بيكون في اضيق الحدود في مركز او مركزين. لكن يمكن زي ما بنقول كل الاجواء كابتن سيد اجواء مطمئنه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. وباكد كمان يمكن على الغيابات النهارده، يمكن رغم وجود 20 لاعب في قائمه فريق النادي الاهلي واستعرضهم معاك سريعا يا كابتن سيد، الشناوي وشريف اكرامي وحسام عاشور واحمد فتحي وعمرو السوليه، هشام محمد، محمد نجيب، ايمن اشرف، علي معلول، اسلام محارب، ناصر ماهر، وليد ازارو، مروان محسن، محمد هاني، اكرم توفيق، سليف كوليبالي، وليد سليمان، صلاح محسن، ميدو جابر، واحمد حمودي. زي ما قلنا 20 لاعب في قائمه مباراه اليوم، لكن يمكن في استبعاد عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، سواء للرؤيه الفنيه، عدم الكماليه او الجاهزيه طبعا للمباريات، وايضا كمان رؤيه فنيه. يمكن بنقول لبعض اللعيبه رؤيه فنيه، لكن لو بنتكلم على الغيابات يا كابتن سيد، سعد سمير على راس الغيابات، علي لطفي، صبري رحيل، باسم علي، احمد حمدي، مؤمن زكريا، بكماني، كريم ندفد، واحمد ياسر ريان، احمد الشيخ، محمد شريف، محمود جزار، احمد علاء، وعمار حمدي. لكن لو بخص سعد سمير، واحد من نجومنا طبعا ونجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، يمكن سعد كان في جلسه مطوله امس في التدريب الاخير من مستر باتريس كارتيرون للكابتن سعد سمير، استغرقت 20 دقيقه. من الواضح او من الكلام او من الكواليس اللي احنا قدرنا نعرفها، يمكن هو كان قال له ان انت مش هتكون متواجد في القائمه، عايز يريح سعد. يمكن سعد بيأدي اداء اكتر من رائع خلال المباريات الماضيه، وزي ما بقول لك يا كابتن سيد، تلاحم المباريات الكثير جدا يخلي المدير الفني مستر باتريس يفكر في بديل واثنين وثلاثه لكل لعيبه النادي الاهلي اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه اليوم. نقاط المباراه باذن الله تكون من نصيب للنادي الاهلي. النهارده كمان عايز اكلمك على طاقم التحكيم اللي بتتمنى له النهارده يكون موفق في هذه المباراه، على راسهم طبعا الكابتن محمد الحنفي، يساعده محمود ابو الرجال، وشريف عبد الله، ومحمد عبد الحاصل حافظ. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله زي ما بقول لك كابتن سيد تكون نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. وباذن الله كمان عقب انتهاء المباراه كالعاده تكون فرحتنا مع لعيبه النادي الاهلي ولقاءاتنا كمان مع لعيبه النادي الاهلي. شكرا يا كريم، 100 100، شغل هايل جدا جدا، وخصوصا ان انت كمان بتغطي كل الاشياء. شكرا كريم احمد مراسل. طيب هنجري مع بعض لان الوقت خلاص، انت بتتكلم في ساعه و10 دقائق، واتكلم عشان نتكلم كمان في الامور التفصيليه التفنيه مع كابتننا كابتن ماهر وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال. اذكركم بس بنتائج الاسبوع الثالث اللي هيختتم النهارده بلقاء الاهلي مع وادي دجله. بدا بالانتاج الحربي والداخليه 1-0 للانتاج الحربي، ام بي وسموحه 3-2 لسموحه، الجونه وحرس الحدود 1-1، بتروجيت والمصري 2-2، طلائع الجيش وبيراميدز 1-2، نجوم اف سي مع المقاولين العرب 0-2، طبعا الفوز لصالح المقاولين العرب، مصر المقاصه مع الزمالك 1-0، الانتاج او الاتحاد السكندري مع الاسماعيلي وفوز 1-0، والنهارده بتختتم اللقاءات بلقاء الاهلي مع وادي دجله. جدول الترتيب دلوقتي، الزمالك في الصداره ب 7 نقاط، مع سموحه نفس الرصيد، الانتاج الحربي نفس الرصيد، بيراميدز نفس الرصيد 7 نقاط، وبتروجيت 6 نقاط، الاهلي 4، الجونه 4، مقاولين العرب 4، الداخليه 4 نقاط، المصري 4 نقاط، الاتحاد السكندري 4 نقاط، امبي 3 نقاط، مصر المقاصه 3 نقاط، الاسماعيلي نقطتين، نجوم اف سي نقطتين، حرس الحدود نقطه، وادي دجله نقطه، وطلائع الجيش نقطه. يبقى للاهلي مباراه النهارده اللي هي هيلعبها النهارده، لو كسب هيبقى بيتساوى مع الزمالك وسموحه والانتاج الحربي وبيراميدز. صعوبه الكلام اللي انا بقوله طبعا، لان الاهلي بيختتم الاسبوع الاول او الاسبوع الثالث النهارده، وبيبدا الاسبوع الرابع، هو يعني بيختتم النهارده الثلاث وبيبدا الرابع يوم الجمعه، فالصعوبه بتيجي من هنا، لحق يعني ضغط المباريات مع المشاركات في كذا بطوله محليه وافريقيه، بتعمل ضغط على اللعيبه اكيد. عندك لعيبه بتعرف تفصل ده كويس، عندك لعيبه عندها خبرات ده كويس، عندك لعيبه اسماء وكبار في الحجم والاسم والمكانه وكل شيء، كبار في حجمهم يعني في كنجوم كويس، لكن في النهايه بتصطدم بواقع، الواقع اللي هو الاجهاد، سفر ومباراه هنا وبعدين مباراه في اسكندريه وبعدين مباراه ثانيه في اسكندريه وبعدين ترجع القاهره وبعدين تشوف هتقابل مين في افريقيا، ومباريات كمان عربيه، فبتصطدم بواقع. اتمنى يا رب ان شاء الله الرحمن تعدي الفتره دي على خير، لانها مهمه جدا وخصوصا مرحله تجميع النقاط. نروح لهدافين الدوري لحد دلوقتي، محمد فييرا من بتروجيت عنده هدفين، محمود الشبراوي خلي عينكم عليه، لاعب كويس جدا 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 جدا، محمود الشبراوي لاعب الجونه، بيكلي لاعب بتروجيت هدفين،
كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك هدفين، نوح وائل هدفين، مصطفى جمال هدفين من حرس الحدود، نوح وائل لاعب إنبي طبعا، اسلام رشدي هدفين من الجونه، احمد علي المقاولين هدفين، محمد رجب هدفين، لوكاس بيراميدز هدفين، وهاب انتاج الحربي هدف، وخش بقى على ماركوس هدف بيراميدز، ومصر المقصه هدف رجب عمران، وحمدي فتحي هدف، ام بي جون انطوي هدف، حرس الحدود محمد الشربيني هدف. خش بقى على كل حاجه هدف واحد يعني ما تعتبرش الهدافين يعني. تاريخ مواجهه الفريقين بقى الاهلي ووادي دجله، الاثنين لعبوا مع بعض 12 مواجهه، تقابلوا 12 مره، الاهلي فاز في 8 ودجله فاز في واحده وتعادلوا 3 مرات. الاهلي له 12 هدف ودجله له 5 اهداف. موقف الفريقين، الترتيب للاهلي السادس ولسه ليه مباراه، وادي دجله ال 17 وما عندوش ولا مباراه، ما عندوش ولا مباراه مؤجله، هو لعب في الاسبوع الثالث، كان المفروض يلعب الاهلي، لعب مكانها بتروجيت وخسر. دجله عنده نقطه واحده بس بتعادل مع الداخليه، وخساره من الجونه 1-3، وخساره من بتروجيت 0-2، والاهلي عنده 4 نقاط، تعادل مع الاسماعيلي وفوز على المصري. ده موقف الفرقتين. حكام النهارده صفاره محمد الحنفي، محمد الحنفي حكم كويس طبعا، حكم اخر مواجهه للاهلي والزمالك، حكم جيد بالتاكيد. يعني عنده ميزه وعيب. ميزه في بعض الاوقات في صفاته ان هو هادي جدا، ودي بتبقى ميزه في بعض الاوقات، وعيب في نفس الوقت. ده يعني رايي الشخصي مع كابتن سمير عثمان ان شاء الله الرحمن بعد المباراه هنتكلم بالتفصيل. في بعض الاوقات، في بعض الاوقات بتتطلب ان انت يبقى فيه تدخل سريع. يعني لقائك مع الزمالك السنه اللي فاتت هو اللي اداره اللقاء فنيا، مفيش حاجه يعني ما اتحسبتش هنا او هنا، مفيش حاجه هنا مثلا حاجات مؤثره ما اتحسبتش، لكن تحس ان الملعب كان يعني فيها هرتله، في فوضى، في حاجات مش مظبوطه. انا اقصد ده في بعض الاوقات بتتطلب يعني حسم سريع، الحكم لازم يكون قوي جدا في الشخصيه. في بعض الاوقات مش عايز اقول يكون عصبي بشكل دائم، لكن في بعض الاوقات يبقى في حته تحذير شديد اللهجه لكل اللعيبه، لكل المسؤولين اللي على الدكه، يبقى في سيطره، يبقى في سيطره على الموقف، في سيطره على الملعب. فالميزه عند كابتن محمد الحنفي في بعض الاوقات ممكن تبقى عيب، في بعض الاوقات يعني الميزه ان هو هادي، هادي جدا، راجل ما بينفعلش، ما بيتعصبش، يعني ما بياخدش الموضوع بشكل شخصي. في حكام كده، في حكام ممكن تبقى تاخد الموضوع يعني عند، هو لا، مش ده، هو مش من الصنف ده او من الصنف ده. ف لكن بعض الاوقات الميزه دي تتقلب لعيب لما يبقى في ضرب كتير، عدم استخدام كروت في بعض الاوقات، بترحل الكروت لمسافات من الزمن، فيبقى في غلطات اكتر، في جرأه اكتر في ارتكاب الخطا. فكابتن محمد الحنفي ان شاء الله الرحمن يكون موفق باذن الله. هو حكم كويس جدا على المستوى الشخصي، انا بثق فيه جدا كقدرات تحكيميه، بيعاونه محمود ابو الرجال، وده من احسن الحكام المساعدين اللي موجودين على الساحه، محمود ابو الرجال. وكابتن شريف عبد الله جديد بالنسبه لي، يعني ما عنديش خبره اقدر اتكلم عليه بشكل كبير، يكون موفق يا رب باذن الله. كابتن محمد عبد الحافظ حكم رابع، وكل محمود البنا ومبروك نبيل حكم خامس. الحكم الخامس برضه رايي يعني كابتن عصام عبد الفتاح اللي هو مطلق الحريه كاختيار طاقم التحكيم بالاجمع، الخامس ده متهيألي ممكن يبقى من الناس اللي لسه طالعه جديد، احسن افضل. يعني لما بتجيب حكام ليها اسم كبير، وخصوصا لما تكون دوليه وبتبقى حكم خامس، انا شايف كده، يعني ممكن اكون غلط برضه، بس انا شايف كده ممكن يحصل تضارب في القرارات. انا بتجيلي عزه نفس ان انا يعني خدت بينالتي وحكم الساحه شافها، لو ما شافهاش ماشي، لكن ممكن يكون شافها، فيحصل تضارب في القرار هنا وهنا. يعني انا حسبتها، لا انت ما كنتش شايفها كويس، لا مش عارف ايه، ممكن انا اسمي اكبر، فيحصل تضارب شويه. لكن لما تجيب حكم خامس بياخد خبره كويسه، بيبقى في تنسيق ما بينه وما بين الحكم الاساسي، حكم الساحه الاساسي، مفيش حساسيات ما بينهم وما بين بعض، ده رايي. طيب محمد الحنفي ادار للاهلي 19 مباراه، الاهلي فاز في 11 وخسر في 4 واتعادل زيهم. احتسب الاهلي 5 ضربات جزاء، واحتسب على الاهلي 3 ضربات جزاء. أول مباراة أدارها الحنفي كانت موسم 2012-2013، انتهت بفوز الأهلي 2-0، كانت قدام
الجونة موسم 2013-2014 أدار مباراتين، واحدة في الدوري أمام المحلة وانتهت بالتعادل 1-1، والتانية كانت أمام سموحة وخسر الأهلي فيها 1-2. 14-15 خسر الأهلي من الرجاء 2-1 على صفارة أو بصفارة محمد الحنفي، وتعادل مع دجلة 0-0، وكان خسر من المقاولين، ده موسم 2014-2015 كان موسم ما يعلم بها إلا ربنا معاك يا كابتن حنفي، خسر الأهلي من المقاولين 1-0 وفاز معاه على المصري 2-0. 2015-2016 الأهلي فاز على الحرس 3-0 وفاز على الشرطة 7-3، وكان له ضربة جزاء الشرطة في المباراة ديت، معرفش هو قدرها ازاي او حسبها ازاي، كانت غير صحيحة بالمرة، وفاز الأهلي معاه كمان في الدوري 4-0 على حساب أسوان. موسم 2016-2017 أدار 3 لقاءات، الأهلي فاز على سموحة 1-0 وفاز على المقاولين 2-0 وعلى طنطا 1-0. آخر مبارياته طبعا كانت أمام الزمالك اللي هو الأهلي خسر فيها 1-2 بعد 10 سنين. طيب العيد كل سنة وانتم طيبين، الأهلي ليه دايما صولات وجولات في العيد سواء كان عيد الأضحى أو العيد الفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى انتصارات كبيرة جدا للأهلي، وأشهر المواجهات اللي خاضها الأهلي سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقي. أشهر اللقاءات ديت في مسابقة كاس مصر سنة 90، الأهلي لعب مع شمس والأهلي كسب 2-0، الأهلي مع دمنهور في موسم 92 أول أيام العيد وفاز الأهلي 3-0، أيمن شوقي هاتريك. الأهلي مع بامبا التنزاني في موسم 93 وده كان رابع أيام العيد، الأهلي فاز 5-0 في دوري أبطال الكؤوس بمسماها القديم قبل ما تبقى اسمها الكونفدرالية. الأهلي في مارس 95 فاز على المحلة 3-0 لحسام حسن وفيليكس. الأهلي مع الألمونيوم فاز 6-0 في 96 سنة 96 في رابع أيام العيد بنصف دسة أهداف، سجل حسام حسن هدفين ورضا عبد العال وأحمد فيليكس وهشام حنفي وهادي خشبة. الأهلي مع الإسكان في موسم 98 في كاس مصر فاز بخماسية في تاني أيام العيد. الأهلي موسم 99-2000 فاز على القناة 2-1 بهدفين لعلي ماهر وسيد عبد الحفيظ. الأهلي موسم 2001 فاز على سوهاج 1-0 بهدف خالد بيبو في ليلة عيد الفطر المبارك. أول أيام عيد الفطر موسم 2002-2003 الأهلي كسب دي أشهر الأهداف اللي كانت في العيد، الأهلي فاز على الترسانة 4-0. ده فضل في المنصورة، ده جول محمد فضل في المنصورة. في أول أيام عيد الفطر المبارك موسم 2002-2003 وتحديدا 5 ديسمبر الأهلي فاز على الترسانة 4-0، الأهداف لسيد عبد الحفيظ وياسر رضوان ووليد صلاح وأحمد بلال. موسم 2003-2004 الأهلي خاض مباراة قدام المنصورة اللي شفناها من شوية اللي هي هدف محمد فضل، والأهلي كسب المنصورة بهدف محمد فضل. وأخيرا 2005-2006 الأهلي يكتسح الاتحاد بسداسية في تاني أيام عيد الفطر المبارك، ودي الأيام دي المباريات اللي كانت موجودة قدامنا. أوكي، الأهلي بيخوض مباراة مهمة جدا في ختام الأسبوع الثالث أمام دجلة، هي مباراة بالتأكيد في منتهى الأهمية للنادي الأهلي، في منتهى الأهمية للجهاز الفني للنادي الأهلي. كل التوفيق للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي كارتيرون والمعاونين بالتأكيد كابتن محمد يوسف وكابتن سامي أمصان كابتن مصطفى كمال ليندمان وكل باقي أفراد الجهاز، كل توفيق للعيبة النادي الأهلي. لقاء تفصيليا فنيا كل صغيرة وكبيرة من خلال ملعب الأهلي مع نجومنا كابتن ماهر همام كابتن أسامة عرابي كابتن أحمد بلال. بعد الفاصل انتظرونا في لقاء في منتهى الأهمية، الأهلي ووادي دجلة على استاد السلام. كل
كل سنه وحضراتكم طيبين دايما يا رب على طول. نرحب بنجوم ملعب الاهلي النهارده. كابتن ماهر كل سنه وحضرتك طيب. كابتن سيد كل سنه طيب وعيد سعيد عليك وعلى الاسره الكريمه وعلى الشعب المصري وجمهور الاهلي يا رب. كله تمام دبحت وكله 100 والفته وضربنا وكله سلاح الاول ولا دبحت الاول؟ ها احنا بناكل بس لكن مش دعوه بالجزء الثاني ده. كابتن حسام كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب والشعب المصري كله بخير والامه الاسلاميه وعيد سعيد على المصريين كلهم. وبرحب كابتن وعيد سعيد عليكم كلكم يعني. قبل الهوا انت حاجه وفي الهوا تاني حاجه ثانيه. لازم بقى من هنا نبقى مؤدبين وهياخد فاصل بس يطلع لازم ناخد بقى الجو. كلام خفيف جدا كابتن اسامه بس هو على الهوا يعني واحد ثاني يعني. مساء الفل يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن بلال. طيب يا كابتن سيد كل سنه طيب طبعا ومصر كلها بخير يا رب ان شاء الله. وكل سنه كابتن كل سنه طيب كابتن ماهر كابتن اسامه عربي وسعيد ان انا موجود معاهم النهارده طبعا وموجود معاك يا رب ان شاء الله الرحمن يكون سعيد على كل الاهلاويه. عيد سعيد باذن الله ويوم مهم جدا لكل الاهلاويه في كل مكان ومباراه في منتهى الاهميه تجمع الاهلي ووادي دجله. على طول كده من غير اي رتوش ومن غير اي مقدمات تشكيله الاهلي: محمد الشناوي ورباعي مكون من احمد فتحي وكولوبالي ومحمد نجيب علي معلول وهشام محمد وعمرو السوليه ناصر ماهر وميدو جابر ووليد سليمان او اسف عاشور مع هشام محمد ناصر ماهر وليد سليمان ميدو جابر وازارو. يبقى الشناوي احمد فتحي محمد نجيب كولوبالي وعلي معلول حسام عاشور وهشام محمد وليد سليمان ناصر ماهر ميدو جابر ووليد ازارو. كابتن ماهر عايز تقول حاجه على التشكيل قبل ما نتكلم في التفاصيل؟ لا عايز ابارك طبعا للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته على مباراه الترجي طبعا المباراه ثلاث نقاط الغاليين اللي احنا حصلنا عليهم والمباراه الجيده اللي النادي الاهلي اداها بشكل كبير ويمكن العشر نقاط طمنونا بشكل كبير على اداء النادي الاهلي. واحنا قلنا كابتن سيد ان ثقه النادي الاهلي جت من خلال المباريات الدوري العام ثم البطوله العربيه ثم البطوله الافريقيه. النهارده عوده ثاني باذن الله لملف الدوري العام. نتمنى ان شاء الله ثلاث نقاط من بدايه المباراه. نبارك باذن الله للنادي الاهلي بعد نهايه المباراه باذن الله. اوكي كابتن اسامه تقول حاجه على التشكيله قبل ما نتكلم في التفاصيل؟ مبروك طبعا مباراه الترجي. دخلنا بقى في البطوله الثانيه اللي احنا هي المفضله للنادي الاهلي ولكن احنا طبعا بيتقفل دلوقتي ملف البطوله الافريقيه ولازم في مباراه النهارده طبعا ان شاء الله النادي الاهلي يحقق فوز عشان يبتدي يحصل الفرق اللي سابقاه في الجدول يعني. فالتشكيل منطقي. احنا قلنا انه يمكن في ماتش النجمه غير سبع تغييرات عن لانه كان بيلعب النجمه وبعديها بثلاث اربع ايام يلعب الترجي فعمل حوالي ست او سبع تغييرات. فقلنا انه هو هيقفل الملف الافريقي وداخل على الدوري تاني التغييرات هتبقى في حدود وده اللي حصل النهارده. يعني هو التشكيل بالظبط زي ما لعب في مباراه الترجي باستثناء حسام عاشور رجع مكان وحسام كان لسبب اساسا وحسام كان موقوف رجع مكان عمرو السوليه اللي هو حس باجهاد شويه ومحمد نجيب لعب مكان سعد برده نفس الشيء. سعد يقال انه كان عنده اجهاد شويه في الخلفيه ففضلوا يريحوه. فالتشكيل رجع للشكل اللي هو شبه الاساسي يعني او الاساسي لانك انت بتلعب في بطوله مهمه وفي اربع فرق سابقاك في الجدول فلازم يحافظ على الشكل الاساسي للفرقه يعني. طيب كابتن بلال. لا انا من هواة طبعا تثبيت التشكيل يعني ده بيدي انسجام اكبر للعيبه وبيخلي اللعيبه كمان يعني تاخد بشكل كبير على طريقه لعب. انا كابتن ماهر هيرد بس بعدين. اتفضل يا كابتن ماهر. اتفضل يا عيد يا كابتن عيد. اتفضل. بيخلي طبعا اللعيبه يعني الانسجام بيبقى اكبر بكتير لو في تكتيك المدير الفني بيحطه. اعتقد ان اللعيبه اللي تكون موجوده في الملعب بشكل مستمر دول يعني بياخدوا على الموضوع ده بشكل يقدروا ينفذوه بشكل جيد جدا. فانا من هوايات تثبيت التشكيل الا بقى في بعض الظروف الاستثنائيه اصابه لعيب او مستوى ينزل بشكل كبير واضح للعيب او عدم توفيق للعيب تاني. فانا من هوايات تثبيت التشكيل وانا شايف التشكيل جيد وهو ده يمكن زي ما قال كابتن اسامه عرابي ان هو ده التشكيل تقريبا يعني بنسبه 80% من التشكيل مباراة الترجي اللي فات وده شيء جيد اعتقد يعني من وجهة نظري. طيب اوكي خليني اقول لك كابتن ماهر لو عملنا يعني مش مسألة مقارنة كمان يعني نبص بصة كده على مباراة الترجي ومباراة المباراة المصري هتلاقي ان الخط الامامي هو مفيش تغيير.
الخط الامامي وليد سليمان، ميدو جابر، وليد ازارو، وناصر ماهر. مباراه الترجي دي كانت مباراه المصري، مباراه الترجي نفس الكلام. يبقى الراجل خلاص الخط الامامي كده كابتن اسامه، كابتن بلال خلاص بالنسبه له 90% 95%. صحيح احنا في بدايه موسم، لكن بالنسبه له بدا يحط يعني خلاص ايديه على كل العناصر اللي هو يلعب بيها. خط الدفاع كمان شبه خلاص انتهى بالنسبه له. خط حرس المرمى محمد الشناوي خلاص ما فيش كلام وما فيش نقاش. عندك كمان علي معلول في حته البنك باك الليفت، واحمد فتحي يعني هيغيب في الحته دي لاسباب ممكن تكون قهريه اللي هي حته الباك رايت. لو غاب يبقى الاسباب قهريه خارجه عن احمد فتحي وعن كارتيرون. والاثنين اللي في القلب كولوبالي حجز مكانه، وسعد سمير النهارده بيريحه وبيلعب محمد نجيب. الاثنين اللي في النص واضح جدا برضو ان هو خايف على عمرو السوليه. يعني عمرو السوليه كان مصاب قبل مباراه الترجي ولعب النهارده، بيريحه عشان يعني ما يبقاش فيها حاجه في الاصابه. وحسام عاشور هو الراجل مقتنع بيه وخلاص كده. يبقى الراجل بنسبه 99% حط ايديه على العناصر اللي ممكن يخوض بيها الدوري والبطوله الافريقيه تحديدا. يعني حد عنده اعتراض في الكلام ده ولا لا؟ مظبوط مظبوط السيد. لا 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 كلام مظبوط، لا كلام مظبوط. تمام. طيب نخش بقى في التفاصيل كابتن ماهر. الاهلي عنده حاجه صعبه جدا على الجهاز الفني ان هو يبدا يفكر فيها، هو بدا بالفعل يعني يفكر فيها، الا وهي ضغط المباريات. عندك مباراه بعد 3 ايام النهارده 21، بتختم الاسبوع الثالث انت لانه كان مؤجل لك المباراه ديت، وبتبدا الاسبوع الرابع في حرس الحدود. يعني انت اللي بتختم اللقاءات، بتختم الاسبوع وبتفتح الاسبوع. ازاي يفكر الجهاز الفني في حاجه زي كده؟ بص يا سعيد، مفيش خوف طبعا على المنظومه الكبيره نادي القرن. الانديه الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك والترجي والفرق اللي احنا بنشوفها اللي هي عندها يعني باع كبير جدا وخبرات كثيره جدا من اداره النادي، مجلس اداره، للاجهزه الفنيه، للاعبين، لجمهور طبعا قوي زي جمهور النادي الاهلي اللي هو يعني بيساند الاهلي بشكل كبير جدا. الانديه الكبيره دي كابتن سيد واحنا اتعودنا يمكن السنتين اللي فاتوا الدوري فاجئنا وانتوا فاجئتونا، كل 3 ايام مباراه، ودي كانت جديده على الكره المصريه. يعني احنا ما كناش زمان كل 3 ايام مباراه، دي كانت صعبه جدا في حته انك انت تقدر تلاقي فرقه، تقدر تثبت فرقه، اصابات كتيره، مشاكل كثيره، انذارات، كارت احمر. لكن النهارده يا كابتن سيد في الاحترافيه اللي احنا شفناها وبعد وصولنا لكاس العالم بدأت الامور يعني تبقى واضحه بشكل كبير جدا بالنسبه للاجهزه الفنيه. الجهاز الفني بقى عنده ثبات بشكل كبير في التشكيل، والثبات ده احنا عرفنا بيجيب حاجات كتيره جدا، بيجيب التجانس اللي احنا شفناه يمكن بالذات انا بتكلم عن النادي الاهلي الدور الثاني. يعني التجانس اللي كان موجود عليه النادي الاهلي السنه اللي فاتت حصل تطوير بشكل كبير جدا في ادائنا من ناحيه دخولنا نص ملعب الخصم، الباص من وان تاتش، التحركات اللي من غير كوره، الجمل التكتيكيه، الاجوال اللي كانت متكرره. يعني شفنا جوال كتيره جدا من جمل متكرره من اطراف، من العمق، من الكور الثابته. فانا عايز اقول لك ان الحمد لله ان احنا بقى عندنا الوعي ده، بقى فرقه النادي الاهلي عندها النضج ده. فالنهارده احنا مش قلقانين على كل المجموعه اللي انت ذكرتها، حتى البدلاء اللي موجودين بره اللي هم بينافسوا بشكل كبير جدا محتاجين ان هم يخشوا فرقه. فالنهارده دخل هشام محمد مكان عمرو السوليه. ما بنحسش ان عمرو نقص او مش موجود، لان هشام بيقوم بنفس الدور. محمد هاني لما يبقى فتحي مابقاش موجود، بنحس ان برضك محمد هاني بيقوم بنفس الدور. نجيب لما يبقى سعد سمير مش موجود بيكمل مشوار سعد سمير. الثبات بقى اللي موجود عليه وده اللي يهمنا، يمكن الخطين الاولانيين اللي هو الدفاع ونص الملعب بيبقى نسبه التركيز فيها او نسبه الثبات فيها بنسبه عاليه. لكن ده اللي يهمنا بقى اكتر يا كابتن سيد، التلت الهجومي، الجزء الامامي اللي هو ميدو جابر وناصر ماهر وليد سليمان وازارو. ده بقى اللي هو البعبع، ده مهم جدا ان الناس دي موجوده عشان تبدا تحفظ بعض، خصوصا ان ناصر ماهر وافد على الفرقه بشكل كبير. طبعا خامه شفناها مع سموحه العام، ابن ابناء النادي الاهلي، خامه شفناها مع سموحه العام الماضي، مؤثر بشكل كبير جدا في هذا المكان. عايزين نقول ان هو بديل لعبد الله السعيد وبديل كفء. نتمنى ان شاء الله ان ناصر يستمر في تالقه من خلال تيم النادي الاهلي، معاه مجموعه فيها خبرات زي وليد سليمان، زي عاشور، هتساعده بشكل كبير جدا في التحركات اذا كانت دفاعيه او هجوميه.
فالنهارده ثبات تشكيل النادي الاهلي هو اللي بيجيبنا الكره الحلوه اللي الجمهور مستنيها. يعني النهارده النتائج الحمد لله 4-0 بنكسب لكن برضك في سنه كده الجمهور عايز التشويق في اللعب. انا شايف ان التشويق ده جاي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله من اداء النادي الاهلي. طيب كابتن اسامه، نقطتين حضرتك هتاخد النقطه الاولى وكابتن بلال هياخد الثانيه. التحضير للمباراة اللي زي كده بيبقى مهم جدا، وكمان يعني لما بتلقي نظره على الفرقه الاخرى او الفرقه المنافسه، انت بالنسبه لك راجع من افريقيا معنويات مرتفعه جدا، كسبان فرقه من اعظم الفرق ومن اكبر الفرق اللي موجوده على الساحه الافريقيه اللي هو الترجي في عقر دارها في رادس، فبتقابل فريق برضو مستني فرصه زي كده يرجع كمان للدوري. وادي دجله خسران مباراتين، خسران من الجونه 1-3 وخسران من بتروجيت 0-2، وكان اتعادل مع الداخليه في اولى لقاءاته عنده نقطه وحيده، فمحتاج ان هو ياخد ثقه كبيره جدا جدا. فالنقطه الاولى خاصه بيك اللي هو حضرتك تتكلم فيها، والنقطه الثانيه اتكلم فيها كابتن بلال، ازاي حضر اللعيبه بعد فوز كبير جدا في تونس واداء كويس جدا جدا جدا، ازاي حضر اللعيبه؟ ممكن اتكلم معاهم في النقاط او الدوافع اللي ممكن اوجدها لهم، والنقطه الثانيه اتكلم فيها كابتن بلال. ما فيش شك انت نادي كبير، نادي بطولات، انت بتشارك في 4 بطولات السنه دي اللي هي الاساسيه، ولما بتتوج كمان بتلعب السوبر، سواء الدوري السوبر المصري او السوبر الافريقي، تدخل بطوله دوري، بطوله افريقيه، كاس، بطوله عربيه. هيحصل تدوير في اللعيبه، هيحصل منافسه، لكن اللعيبه متمرسه في الموضوع ان هي بتلعب في اكتر من بطوله، في خبرات كبيره، زي مش بس دور المدرب يعني، حتى دور خبرات اللعيبه اللي موجوده زي وليد سليمان، فتحي، شريف اكرامي، حسام عاشور، الناس اللي بقالها سنين في النادي الاهلي ولعبت بطولات كتيره، اكيد كمان بتتكلم مع زمايلها انه زي ما بقولك بيتقفل الملف الافريقي مؤقتا وابتدي تخش في البطوله العربيه، فاكيد الجهاز في بطوله الدوري، فاكيد الجهاز الفني بيتكلم في الكلام دوت مع اللعيبه القديمه اللي عندها خبرات، لانه الدوري العام صحيح انك 34 مباراه وعندك فرصه انك تلحق، ولكن برضو لما بتكسب من البدايه وبتبقى انت راكب الجدول او على الاقل في زمرة الأربعة خمسة الأوائل ما بتبعدش، بتدي لك أفضلية، والناس كلها بتبدي تقلق من قوة النادي الأهلي وتاريخه، عارفين إن النادي الأهلي هو البطل يعني. فأكيد لازم الدوافع تبقى متجددة عند اللعيبة، وأنا بقول إنه اللعيبة خلاص يعني اللي لعبوا في النادي الأهلي كتير عارفين ومتمرسين على الموضوع ده، ولكن واحد مثلا زي ميدو جابر، ناصر، هشام محمد، العناصر اللي داخله جديد اكيد بيكتسبوا بقى الكلام دوت من خلال اللعيبه اللي هم سابقينهم يعني. فانا مش شايف ان في مشكله، والنادي الاهلي قادر انه يلعب في اكتر من بطوله يعني. طيب كابتن بلال، وادي دجله، وادي دجله بدايته مش كويسه السنه دي خالص، حتى في طريقه اللعب هنتكلم فيها، لانه بيحضر كتير قوي في بعض الاوقات الامكانيات مش ما بتساعدوش، وده اللي عمله بتروجيت وكابتن طارق يحيى، سابه في الاول في اول 10 دقايق وبعد كده ضغط عليه فعمل له قلق كتير قوي قوي قوي. النهارده حتى في تشكيلته مغير في الجزء الامامي، يعني كان بيلعب باربعه صراحة قوي. خلينا نقول التشكيله، لو معاك التشكيله خدها بتاعت وادي دجله، احنا قلنا تشكيله الاهلي. تشكيل وادي دجله، عبد المنصف حراسه المرمى، محمود مرعي واسامه عزب، اثنين الاستوبرين، سيد سالم ناحيه الشمال، احمد صافي ناحيه اليمين، برضه الاربعه اللي ورا عندهم خبرات كبيره طبعا. محمد محمود و فاسيلوز ده في الاثنين، ومحمد هلال، دول الثلاثه اللي موجودين في نص ملعب، ابراهيم انضاي وكريم ممدوح، دول الاثنين اللي تحت الفرود، والفرود الصريح دود الجباس، دي فرقه، ده تشكيل وادي دجله. لو عملنا مقارنه شويه يبقى في تغيير واحد بس من اخر مواجهه خاضها وادي دجله قدام بتروجيت. في بتروجيت كان بيلعب نفس التشكيله، نفس ال11 ما عدا محمد رضا كان بيلعب بجوار دود الجباس، النهارده بيلعب كريم ممدوح، يبقى واضح انه ممكن يلعب 4-3-3. يغير الطريقه، بيلعب برضه النادي الاهلي. بيلعب النادي الاهلي طبعا، بيلعب النادي الاهلي اكيد، مش هيلعب بنفس طريقه اللعب ولا بنفس التشكيل ولا بنفس اسلوب اللعب باللي لعبه الفرق اللي فاتت، وعارف النادي الاهلي بيضغط بشكل كبير جدا، النادي الاهلي برده طريقه لعبه بيستحوذ بشكل كبير، بيمتلك نص ملعب، فالنهارده ما يقدرش يسيب نص الملعب ويسيبه للنادي، لو ساب نص ملعب للنادي الاهلي النهارده هيبقى فيه مشكله كبيره جدا، يعني مشكله كبيره جدا. يعني انت عايز تقول ان هو اداؤه هيختلف دفاعيا كمان، دفاعيا كمان هيختلف النهارده. كف في الجدول كمان يخليه يختلف. طبعا
خوف صعب جدا. هو عنده نقطه من ثلاث مباريات، نقطه من 9 نقاط المفروض. هو ترتيبه قبل الاخير في الجدول، ولكن لسه بدري برضه على الدوري العام. ولكن لما بتيجي النهارده كابتن تلعب فرقه زي النادي الاهلي، هو اسلوب لعبها او الاستراتيجيه بتاعه اللعب بتاعها انك انت بتستحوذ بشكل كبير في نص ملعب وتضغط على الفريق الخصم، يبقى انت محتاج اكبر عدد من اللعيبه يبقى موجودين في نص ملعب عشان تقدر تقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي، خاصه النادي الاهلي النهارده يمتلك من مفاتيح اللعب 3 لعيبه مميزين جدا، والثلاثه موجود في افضل حالاتهم، ناصر ماهر، وليد سليمان، ميدو جابر. الثلاثه انا شايف ان هم بيادوا اداء جيد جدا، فمحتاج ان هو عشان يلعب النادي الاهلي بشكل كويس انه يقفل على الثلاثه اللي موجودين دول، يزود الكثافه العاديه في نص ملعب، يضغط على النادي الاهلي في نص ملعبه. التحضير مع النادي الاهلي ما اعتقدش ان هو هيجدي، لان النادي الاهلي الاستراتيجيه بتاعته الاسلوب بتاعه بيضغط على بالظبط. لا ما اتوقعش ان هو طبعا يلعب بطريقه الاستحواذ يعني النهارده، هيبقى صعب عليه جدا جدا. عشان كده النهارده مغير، يمكن كان بيلعب باثنين فراوده واثنين فاتحين على الطرف، لا هيلعب بثلاثه في نص ملعب قافلين، ويلعب بفرود ثلاثه قدامهم اثنين وفرود واحد. الاثنين كمان هيبقوا ليهم مهام دفاعيه كبيره، عشان يبقى في حاله تتغير طريقه اللعب من 4-2-3 او من 4-3-2-1 ل 4-5-1 في الحاله الدفاعيه، عشان تبقى دايما عنده كثافه عدديه في نص ملعب، دايما عنده كثافه عدديه في الناحيه الدفاعيه، ويعتمد على الكاونتر اتاك او الهجمات المرتده السريعه. دي الطريقه اللي ممكن يلعب بيها النادي الاهلي، وده التشكيل اللي واضح قدامنا. بس هل النهارده العناصر اللي موجوده في الناحيه الهجوميه تقدر تساعد ان هو يلعب على الكاونتر اتاك او يلعب على الهجمات المرتده السريعه؟ ده اللي ممكن نشوفه النهارده في المباراه. عنده ابراهيم انضاي لعيب برده سريع، كريم ممدوح برده لعيب لعيب كويس ولعيب سريع. مصبوط. كريم ممدوح لعيب برده سريع، ديدو الجباس بيعرف يروح بيها، كريم ممدوح وديدو الجباس ده المحطه. فدي الطريقه اللي بنسبه 90% هيلعب بيها النهارده وادي دجله، عشان يقدر على الاقل يقفل على النادي الاهلي بشكل كويس. طيب كابتن ماهر، لقاء يعني في حاجه كده جمعت في الدوري شويه مواقف او مواجهات مشابهه شويه. اولا لقاءات الاهلي مع دجله صعبه، اوعى تفتكر انها بتعدي الثلاثه واربعه والكلام ده، ما بتحصلش كتير يعني. صح. اعتقد ان ما فيش غير مره في الكاس كانت 4-1 تقريبا، لم تخن الذاكره، لكن 1-0 2-1 يعني 1-1، فالمواقف بتبقى صعبه مش سهله. النهارده في حاجه يعني، النهارده كارترون بيواجه فرقته القديمه، يعني كان هو ماسك وادي دجله من 2-3 فاتوا، هشام زكريا كان بيواجهه برضه في وادي دجله ما كان ماسك الجونه، فالنهارده اللقاء متكرر. شايف كارتيرون وتفكيره وهو بيقابل فرقته القديمه، حاجات بتبقى شخصيه شويه برضه في الحسبان، ولا مدير فني بقى بيفكر بشكل منتهي في فرقته خلاص؟ لا اكيد هتساعده برضك السيد، خد بالك ان انا كنت شغال مع الفرقه دي قبل كده، فاكيد انا عارف الدوافع الفرقه ايه، الصفات الاراديه عند اللعيبه بتوعي اخبارهم ايه، العامل البدني، العامل التكتيكي، واخد بالك المنتاليتي والعقليه اشتغلت معاها قبل كده، فعارف لعيبه وادي دجله بيفكروا في ايه. فالنهارده بتساعده بشكل كبير جدا ان هو لما بيبدا يدير اللقاء ان هو يحط النقط ديت في الحسبان. انا شايف رقم واحد ان هو هيحترم وادي دجله، يعني هو احتراما لوادي دجله هيديله الاهداف اللي هو بيسعى ليها، اللي هي الثلاث نقاط، ان ازاي يكسب النهارده وادي دجله. زي ما قال اسامه وبلال ان وادي دجله النهارده يهمه ان هو يعني يزود عدد لعيبته في نص الملعب، لان عارف النادي الاهلي احنا شفنا مخرجنا جايب لنا كل ما المساحات بتبقى في ظهر وادي دجله مصلحه للنادي الاهلي انه يقدر يضرب فيها في الكونتر اتاك، يقدر يضرب فيها عن طريق العمق. بالنسبه هو صعب يا كابتن اسامه، كابتن بلال، كابتن ماهر، صعب يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها مباراه بتروجيت، ولا لعب بيها مباراه الداخليه، ولا لعب بيها مباراه الجونه، اللي هو تبدا من عند عبد المنصف ويبدا للسيد سالم. انا متهيألي هيبقى صعب. انا شايف ان دي نقطه صعبه جدا هيتعلم من خلالها، انك انت تفتح الملعب بهذا الاسلوب يا سيد. هتحمل مشكله في عمق الملعب، خصوصا الحته القداميه اللي قدام الجول. يعني تملي نقول ايه يعني، ممكن الباكات تفرد يعني، واخد بالك، ممكن تنطلق تعمل اوفرلاب، لكن تملي الناس اللي في نص الملعب اللي هم المدافعين، هم قلبي الدفاع او الديفندر، دول واجباتهم انه يحمي الحته دي، لان دي اخطر حته توصلك للجول. فانت النهارده لما بتبدا الهجمه عبد المنصف يبدا يلعبها لاحمد سالم، واخد بالك، وبعدين يحصل نوع من السيد سالم فاتح وصافي فاتح، وبعدين واحد من ضمن المساكين نفس الكلام ممكن تلاقيه فاتح، الريسك ده فيه خطوره كبيره جدا على فريق وادي دجله. النادي الاهلي عنده من المهاجمين بيعرفوا يدافعوا بشكل كبير جدا. عايز اقول لك ان بحيي طبعا ازارو في مباراه الترجي، الجول اللي شاله طبعا ده بيأكد ان احنا فرودتنا بقى عندها
عندها واجبات دفاعيه بتقوم بيها قبل الواجبات الهجوميه طبعا. فبحقيقه اظهروا طبعا ان هو شال جول وفي نفس الوقت قدر يجيب لنا جول. فالنهارده انا شايف وادي دجله لو لجا للاسلوب ده فرصه كبيره جدا طبعا للمرعبين وليد سليمان وناصر ماهر وميدو جابر ووليد ازار ان احنا نقدر نروح الجول لعبد المنصف ونقدر نجيب جوال كمان. وزي ما انت قلت كابتن سيد ممكن يكون جول واثنين وثلاثه لو بنفس الطريقه هيلعب وادي دجله. ليك تعقيب يا كابتن حسام؟ هو المشكله ان في مدرب ساعات بيصمم حتى لما بيحصل اخطاء. يعني احنا كلنا شفنا المدرب اليوناني نيكولاس مصمم في الثلاث مباريات رغم الاخطاء الكبيره اللي حصلت في خط الدفاع لانه الخبرات قليله. انت لما تشوف وادي دجله يمكن من اقل الفرق اللي دعمت معتمدين على عدد كبير صغير، يمكن الخبرات وعبد المنصف وسام العزف سيد سالم احمد سالم صافي الباقي دودو الجباس الباقي كله تقريبا اعمارهم محمد هاني لعب بقاله سنتين بس وكريم ممدوح بيلعب بقاله سنه سنتين بس صغير جاي من مقاصر هو اصلا في وادي دجله وبعدين راح مقاصر كريم لعيب كويس قوي وكان معانا في المنتخب بس محمد محمود صغير وبعدين بيلعب هو بارتكاز واحد اللي هو فاسيلوس ده اللي هو اليوناني هو يوناني هو لعيب بص لعيب هو مقتنع بيه اكيد يعني هو لعيب مهاري جدا بس مش قوي دفاعيا وهو بيعتمد عليه هو لوحده بيلعب بمحمد محمود ومحمد هلال من حواليه شمال ويمين زي ما كابتن ماهر وبلال قالوا بيلعب بمحمود مرعي واسامه العزب لما ساعه التحضير بيفتحوا قوي وفاسيلوس ده بيسقط في وسطهم وبيطلع قوي الباكين اللي هو احمد سالم صافي وسيد سالم قدام قوي وهو بيحضر من تحت بيخطئوا كتير جدا يعني محمود مرعي لعيب كويس وكل حاجه بس خبرته قليله فاسيلوس مش قوي بدنيا هو مهاري وبيعرف يسلم ويستلم لكن مش قوي فاخطائهم كتير قوي انت لما تشوف ماتشات بتروجيت والجونه والداخليه عدد الاخطاء اللي حصلت في الخط الخلفي ممكن كانت توصل النتيجه السكور اكبر من كده بكتير في الثلاث ماتشات على فكره انا متصور احنا بنقول ايه احنا كلنا بنقول ايه انه طبيعي انه هيقفل ومش هيلعب بنفس الاسلوب بس في مدربين مهما بيحصل من اخطاء يقولك هيتعلموا يعني هتيجي مع الوقت فممكن جدا برضو يفاجئنا انه بيبتدي من تحت قوي من عند عبد المنصف ويلعب بنفس الاسلوب والتسليم والتسلم حتى لو حصل اخطاء فدي هنشوفها في خلال صالح الاهلي ولا مش في صالح الاهلي في صالح الاهلي 100% لانه واحد زي ازارو يعني حتى من غير الثلاثه اللي خلفه ازارو بس سرعته والضغط اللي بيضغطه هيخليهم يغلطوا كتير فما بالك كمان من وراه وليد وناصر وميدو جابر فهتبقى مشكله وكمان لو نزل صلاح محسن الشوط الثاني هتبقى مشكله اكبر يعني. طيب هقول لكم احتياطي الاهلي شريف اكرامي اسلام محارب احمد حمودي وايمن اشرف عمرو السليه ومحمد هاني صلاح محسن شريف اكرامي اسلام محارب احمد حمودي ايمن اشرف عمرو السليه ومحمد هاني وصلاح محسن مروان محسن بره التشكيل وكمان اكرم توفيق بره التشكيل. خالد وليد احتياطي بقى دجله خالد رضا عمرو صالح محمد جمال ومحمد رضا وابراهيم عايش واحمد سعيد. بلال عايز عقب قبل على كلامكم بس لا بس انا عايز اقول ان المدير الفني طالما اشتغل مع الفرقه بشكل وبستايل معين ما بيغيرش يعني من الصعب ان هو يغير الستايل بتاعه ساعات بتبقى ضغط عليه تبقى صعبه قوي نتائج ساعات بتبقى ضغط عليه ممكن تبقى ضغط عليه قوي لكن ممكن يعمل تعديله في التشكيل يمكن يعمل تغيير في المهام شويه يمكن زي ما قلنا تغيير في الخطه نفسها في طريقه اللعب نفسها يزود لعيبه في نص ملعب لكن انه يغير من ستايل وطريقه اللعب بتبقى صعبه جدا اللعيبه كمان مش هتستوعب الكلام يعني انا النهارده بمرن الفرقه بقالي شهر شهرين ولعبت ثلاث مباريات ان انا بستحوذ تمام ممكن ما افتحش الملعب ممكن اخلي اللعيبه او ازود كثافه عاديه في نص ملعب بحيث ان انا ما اديش مساحات لفريق النادي الاهلي كابتن اسامه ان هو يشتغل عليا ولكن ان انا اغير والعب الكرات الطوليه ما اعتقدش ان هو عنده اللعيبه اللي تقدر تشتغل بالشكل ده ان هو يعمل الكرات الطوليه وما يلعبش بطريقه الاستحواذ هو لا ممكن يشتغل بالشغل ده يشتغل بشغل تحضيري ويقرب اللعيبه من بعضها ويدي مهام مختلفه شويه للعيبه النهارده في الملعب ولكن ما اعتقدش ان كابتن سيد ممكن يغير النهارده من ستايل لعبه وطريقه لعبه انا عايز اقول لك طيب حاجه سيد الملعب اتفضل يا كابتن سريعا بقى بص يعني احنا بعد ما فقدنا عماد النحاس واشرف قاسم والناس اللي بتبتدي من تحت اللي هي مفتاح لعب الظروف اتغيرت قوي بالنسبه لخط ظهر مصر عندنا مشاكل في الحته دي فانا شايف تركيبه الرباعي اللي ورا
ما عندهمش المهاره او التسليم او التسلم. لا انا بتكلم على وادي دجله. وادي دجله فالنهارده لازم هو كمان بسرعه لان انت ما عندكش المهاره دي اللي تقدر تساعدك على الصفر. خليه بسرعه كده. تذبحت ولا سلخت؟ لا لا انا اكلت بس. نطلع تقرير خاص او عن كارتيرون وبعدين مكملين مع حضراتكم كابتن ماهر وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال. ومباراه في منتهى الاهميه. اول حد يفتكر ان المباراه سهله رغم خساره دجله المباراتين امام الجونه وامام بتروجيت وتعادله مع الداخليه وانت راجع من الترجي، لكن لقاءات الفرقتين الاهلي ودجله دايما بيبقى فيها اثاره وفيها متعه وفيها كمان مفاجآت. خلينا يا رب ان نكون موفقين النهارده وناخدها واحده واحده كده. مكملين معاكم بعد التقرير اللي جاي. سيكون الفرنسي باتريس كارتيرون محط الأنظار في ملعب السلام في الثامنة مساء الثلاثاء عندما يقود الأهلي لمواجهة فريقه السابق وادي دجلة، وذلك ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز. مواجهة الأهلي ودجلة لن تكون سهلة بالنسبة للفريقين، خاصة أن الفريق الدجلوي سيكون كتابا مفتوحا أمام كارتيرون لمعرفته بإمكانات وقدرات معظم لاعبيه وكيفية توظيفهم داخل الملعب، لذلك لن يواجه أزمة في تجهيز لاعبيه لمواجهة عناصر الخطورة في دجلة حتى لا تشكل أي خطورة على مرمى المارد الأحمر، بالإضافة إلى دراية المدرب الفرنسي بكيفية استغلال عناصر الضعف لدى لاعبي دجلة لتحقيق ما يريد من اللقاء وإحراز أهداف ترجح كفة فريقه لحصد النقاط الثلاث. اطمأن كارتيرون على جميع أوراقه التي يعتمد عليها في المباريات، على رأسهم الثنائي وليد سليمان ناصر ماهر بعدما شارك بشكل طبيعي في الميران الأخير عقب تعرضهما لكدمات في القدم خلال مواجهة الترجي على ملعب رادس مساء الجمعة الماضية بالجولة الخامسة لدور المجموعات الإفريقية. لا تختلف الأمور كثيرا بالنسبة لفريق دجلة، حيث أن بعض لاعبي دجلة وأفراد الجهاز المعاون لليوناني تاكيس غونيس على دراية بفكر كارتيرون وطريقة إدارته للمباريات، مما يساعد المدرب اليوناني على استغلال ذلك في اللقاء المنتظر لإيقاف خطط الفرنسي كارتيرون وأيضا محاولة شن هجوم مرتد لخطف نقاط ثلاث أو نقطة على أقل تقدير. تولي كارتيرون قيادة فريق الأهلي يزيد من إثارة مواجهة وادي دجلة، خاصة بعد ارتباط اسم كارتيرون في الدوري المصري بدجلة، لأنه الفريق الوحيد الذي تولى تدريبه في المنطقة العربية قبل توليه قيادة المارد الأحمر، وحقق نتائج طيبة مع الدجلاوية خاصة في الموسم الأول بعد أن كان الفريق مهددا بالهبوط ونافس بقوة على المربع الذهبي، حيث خاض معه 31 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 7 مواجهات فقط، رغم أنه تولى المهمة منتصف الموسم. في ختام الأسبوع التالي، كريم أحمد من أرض اللقاء السيد السلام يقول لنا الأجواء والكواليس من عنده. كريم تفضل. كريم بجد التحية ليك يا كابتن سالم عبد الحفيظ لكل مشاهدي المتابعين. كابتن احمد بلال على موعد مباراه الاهلي ووادي دجله الجوله الثالثه ان شاء الله الساعه 8 مساء هنا من استاد السلام. سريعا يا كابتن سيد لو بستعرض معاك تشكيل النادي الاهلي اللي من لحظات يمكن لسه طالع طبعا من النادي الاهلي وايضا كمان وادي دجله في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي محمد نجيب سليف كولوبالي وعلي معلول، في المنتصف حسام عاشور وهشام محمد ميدو جابر ووليد سليمان وناصر ماهر ووليد ازارو، في دكه البدلاء الخاصه بيا للنادي الاهلي شريف اكرامي اسلام محارب
احمد حمودي، ايمن اشرف، عمرو السليه، محمد هاني، وصلاح محسن. بيخرج من التشكيل او السكور شيت الخاص بالمباراه اكرم توفيق ومروان محسن. اكيد طبعا بتبقى رؤيه فنيه لمستر باتريس كارتيرون، هو بيحاول طبعا بشكل كبير استحضار كل اللعيبه، بيحاول ان هو يحضرهم بدنيا معنويا نفسيا. اللعيبه اللي بتخرج سواء في القائمه لابد ان يكون في لاعبين اخرين في المباراه اللي بعدها يكون خارج القائمه دي. يمكن طبعا الراجل بيتعامل فيها بشكل مميز جدا، عنده جلسات مستمره فرديه، جلسات جماعيه مع لعيبه النادي الاهلي. يمكن زي ما بنقول ضغط المباريات وتلاحي المباريات يا كابتن سيد، يمكن هو ده الامر طبعا اللي بيخلي الجهاز الفني يشتغل بمجهود كبير جدا. لو بستعرض معاك يمكن بالنسبه طبعا لفريق وادي دجله والتشكيل الخاص به في حراسه المرمى، محمد عبد المنصف، خط الظهر من اليمين للشمال سالم صافي، اسامه العزب، محمود مرعي والسيد سالم، في المنتصف فاسيلوز بوازس، محمد محمود ومحمد هلال، على الاطراف كريم ممدوح وابراهيم نضاي، ابراهيم نضاي وفروت صريح هو دودو الجباس. الاحتياطي الخاص بفريق وادي دجله خالد وليد حارس المرمى، خالد رضا، عمرو صالح، بيبو، محمد رضا، وابراهيم عايش، واحمد سعيد. وصل بالفعل يمكن الفريقين في التوقيت المتواجد والمتعارف عليه بالنسبه طبعا لمباريات الدوري العام، فريق وادي دجله وايضا كمان فريق النادي الاهلي. يمكن طبعا اكيد الاحماءات هتكون خلال دقائق وخلال لحظات. مستر باتريس كارتيرون الكابتن محمد يوسف اختتم في فندق الاقامه قبل التحرك هنا الى استاد السلام، محاضره في الساعه 5:30 هنتكلم فيها طبعا بشكل كبير جدا على لابد احترام فريق وادي دجله، التركيز الشديد، لابد من نسيان كل الامور الخاصه بمباراه الترجي. وده اللي احنا قلناه قبل كده يا كابتن سيد، يمكن التركيز من اللعيبه خلاص يمكن بلغتنا ما فصلتش تركيز حتى هذه اللحظه من تونس الى مباراه الدوري العام. بنتمنى ان شاء الله النهارده تكون مباراه كالعاده تليق باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي حقق 3 نقاط ان شاء الله يكونوا هامين جدا في الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. يمكن دي كانت الاجواء حتى هذه اللحظه يا كابتن سيد، واكيد عقب انتهاء المباراه باذن الله فرح الكل مع النادي الاهلي ومع الجهاز الفني، ويحققوا ان شاء الله فوز مميز كالعاده لفريق النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن سيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا كريم من استاد السلام. كابتن ماهر، في ملحوظه مهمه جدا ان احنا نذكرها النهارده واحنا بنتكلم على التشكيلتين. الثمانيه، مش عايز اقول 2 ولا 3، 8 لعيبه يكاد يكون في اختلاف قدرات في ما بين اللاعب بالاهلي ولاعب دجله، اكيد احنا عارفينه كل شيء، لكن في النهايه هتلاقي صفات كده قريبه. يعني مثلا احمد سالم صافي عنده الحته والعمق الهجومي، بيعمله كويس قوي حتى هو في حرس الحدود، حتى هو في المصري. السيد سالم برضه بيعمل العمق الهجومي كويس قوي والكروس بتاعه مش وحش. في نص الملعب في ثلاثي، محمد هلال ده كورته كويسه، حتى اللعيب محمد محمود ده صغير في السن بس كورته كويسه، كريم ممدوح كورته كويسه، ابراهيم نضاي كورته كويسه، دود الجباس كورته كويسه. فانت عندك مجموعه من الباكين والثلاثه اللي في النص والثلاثه اللي قدام، لو اديتهم مساحه وما ضغطتش عليهم وما بقتش فيه يعني نوع من الضغط عليهم في مساحات الملعب المختلفه بعدد معين من اللعيبه، مش عشوائي، هيبقى فيه مشكله. في الاهلي نفس الكلام، علي معلول عنده العمق بتاعه رائع جدا، احمد فتحي نفس الكلام، هشام محمد وحسام عاشور عندهم الاستحواذ ممتاز، ناصر ماهر ما فيش احسن من كده، ميدو جابر ووليد سليمان ووليد ازارو. مين يتغلب على مين؟ يعني الاهلي طبعا باسمه ومكانته وكل حاجه، لكن بتكلم دلوقتي فنيا بقى داخل الملعب، ازاي فرق دول وهم عندهم قدرات مشابهه شويه، ازاي اخد المبادره واخد الاستحواذ يكون ليا مش عليا؟ بص السائد، بالنسبه لوادي دجله يهمه في اول ربع ساعه ما يجيش في جول. يعني كل القدرات اللي انت بتتكلم عليها دي هتتبني من خلال الربع ساعه الاولى. يهمه ان هو في ربع ساعه ديت ما يجيش في جول، يهمه ان هو ياخد ثقه، يهمه يقدر يطلع باص في الرجل، الباص ده بيدي ثقه للعيبه وبيدي ثقه للجهاز من بره. زي ما انت بتتكلم على التركيبه دي معظمها دفاعيا بيأدوا بشكل جيد، وبعدين لما بيتنقلوا للهجوم بيقدروا، يعني صافي يقدر يعمل لك رص عرضي مؤثر بشكل كبير جدا على راس مثلا دود الجباس، دود الجباس من الفراوده اللي بتجيد العاب الهواء، يعني اي فرصه في الهواء يقدر يصطادها يحرز منها هدف، يقدر عنده خبرات بشكل كبير جدا كمحطه بشكل كبير. كريم يقدر يربط مع صافي من ناحيه اليمين، عمله جبهه ممكن تكون مشكله ورا مثلا علي معلول. السيد سالم مع ابراهيم نفس الكلام، محمد محمود ومحمد هلال عندهم نفس التركيبه بتاعت حسام عاشور وبتاعت هشام محمد، يعني يقدروا يغطوا على الجناح في حاله تقدم اي جبهه من الجبهتين. كل الكلام ده موجود وموجود في الفرقتين، يعني حتى فرقه النادي الاهلي نفس المواصفات اللي احنا اتكلمنا عليها، لكن هنا شخصيه الفريق، شخصيه البطل، شخصيه الاداء بتبان من خلال انت عايز ايه النهارده من المباراه دي. عايز 3 نقاط يبقى من بدايه المباراه،
خطوطك قريبه من بعض وانت بتقلب من الدفاع بتقرب خطوطك الثلاثه الدفاع بشكل جيد اذا كان عن طريق ضغط فردي او عن طريق ضغط جماعي. ازاي انت بتحافظ في هجماتك تبقى مؤثره من خلال الشوط الاولاني؟ يبقى انت عندك اكتر من طريقه، اطراف، حاجات فرديه واحد ضد واحد، كورسات عرضيه، شغل من العمق، مساحات لازارو يقدر يستغلها. فالنهارده اللي يقدر يفرض اسلوبه من بدايه المباراه هو هيبقى عنده الملكه في احراز الثلاث نقاط. طيب التاريخ بيقول كابتن اسامه ان اللقاءات بتبقى صعبه وثقيله بلغه الكوره كده، وادي دجله والاهلي بيبقى ثقيله شويه. نظره وملحوظه ان اللي موجود على الدكه بس كراس حربه هو صلاح محسن، صحيح موجود اسلام محارب، صحيح موجود احمد حمودي، لكن ايمن اشرف طبعا الميول الدفاعيه، عمرو سليم ميول دفاعيه، محمد هاني ميول دفاعيه، و مين تاني بس، والشريف اكرامي طبعا يعني. هو طبعا ترجع طبعا لوجهه نظر مستر كالتيرون، ولكن كان الافضل انه يبقى مروان محسن برضو قاعد، لانه ممكن يحصل لا قدر الله اصابه لازارو، ممكن في احيانا تحتاج اثنين في القلب قدام، واحد تعب الفيرود وبتنزل اثنين مهاجمين تانيين، فكده المهاجم اللي هو في اللي يعتبر راس حربه اللي هو رقم تسعه ما فيش الا غير صلاح محسن بس العديك البدلاء، لكن الثلاثه اللي تحت الفيرود فيها حلول كتير. اولا مستر كالترون نفسه بيعمل احيانا معلول، مظبوط صح، بيوديه في ناحيه الجناح وبيحط ايمن اشرف، في حمودي، في اسلام محارب، فكان ممكن الاستغناء عن واحد من حمودي واسلام محارب وكان يبقى مروان محسن. دي وجهه نظر، لكن في المقابل انت برضو الدكه البدلاء بتاعت وادي دجله زي ما قلنا ان هم معتمدين على عناصر صغيره كتير قوي، في اربعه خمسه على دكه البدلاء صغيرين، وبرضو احمد سعيد وابراهيم عايش ومحمد رضا وجمال بيبو معظمهم صغيرين، فممكن جدا هم فرقه النادي الاهلي مستر كاترون شاف كده على اساس انه برضو فرقه وادي دجله ما عندهاش الخبرات الكبيره قوي في الفرقه زي فترات سابقه يعني. ممكن يكون سريعا بلال عشان هنطلع على طول عشان الاذان كمان والمباراه، مفاتيح فوز الاهلي. مفاتيح فوز الاهلي في حسام عاشور وهشام محمد، هم دول اللي قدروا يعملوا الضغط النهارده على فرقه دجله. يمكن انت كنت بتتكلم انت بداها من تحت قوي. انت كنت بتتكلم كابتن رد هايل يعني، ما قالكش مثلا فلان وفلان، لا كابتن الخط الامامي، لا 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 كابتن مرعي امام، كنت بتسالي سؤال يعني كبير، يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ في الفرق في تميز، في فنيات فرديه وفي فنيات جماعيه. الاهلي ما يميزه الفنيات الجماعيه بالاضافه للفنيات الفرديه اللي موجوده عند اللعيبه، طريقه اللعب الجماعيه. تمام، النهارده الاثنين الموجودين في قلب الملعب بتوعنا حسام عاشور وهشام محمد هم دول اللي ممكن يصنعوا الفرق النهارده بالضغط على فرقه وادي دجله اللي عندهم امكانيات. اتفق معاك في الاخيره بالذات الضغط عليهم، لان هم عندهم لعيبه كوره لو سبت لهم مساحات هيقدروا يفكروا ويقرروا وينفذوا حاجات كده متمثله في كريم ممدوح وابراهيم نضاي. النهارده كان في خبر خاص بكولوبالي اللاعب الهارب من النادي الاهلي اللي الفيفا اصدرت قرارها بشان غرامه ماليه كبيره جدا عليه. كان في خبر النهارده ان هو هيروح الدوري الاسكتلندي. خلينا ناخد الموضوع من بابه والمستشار حلمي عبد الرازق. مساء الفل يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب، تحياتي وتحيات كل النجوم ملعب الاهلي، كابتن ماهر وكابتن اسامه وكابتن احمد بلال. ادلي بدلوك، جماهير الاهلي كلها يعني سامعه حضرتك، اتفضل. اتفضل يا فندم. انا حقيقه انا برضو تابعت الخبر دون، ان شاء الله من بكره هنعمل استعلام عن اللاعب اذا كان فعلا انضم للنادي الاسكتلندي من عدمه، وهنبتدي نتحرك في هذا الشان يعني باذن الله اول ما يجي لنا الخبر اكيد عن القصه دي. هو حضرتك كان الحكم اللي كان طلع كان المفروض يتنفذ في خلال 30 يوم من الاخطار عنه، والفيفا كانت غيرت الرولز بتاعتها قوانينها بدايه من 1 يونيو 2018 وقالت ان عناصر اللعبه، اعضاء اللعبه اذا كان لاعب او نادي او اتحاد وطني او مدرب ايا كان له صله باللعبه، اذا ما احترمش القرارات والاحكام اللي بتصدر من الفيفا من الجهات اللجان المعنيه فيها في خلال 30 يوم من اختاره يبقى هيتوقع عليه جزاء تاني، هيتم عرض الامر على لجنه اسمها لجنه النظام والانضباط وهي هتغلظ العقوبه عليه، يعني ممكن توصل لتوقيع جزاء على الاتحاد الوطني اللي اللاعب متأيده. طيب سؤالي اللي جاي، هل من في لوائح الاتحاد الدولي الفيفا ان هو يطلع بطاقه مؤقته مثلا لحين التسويه، ولا الكلام ده ممنوع خالص؟ لا يا فندم، البطاقه المؤقته بتصدر في حاجه واحده، لو كان النزاع هيطول شويه.
يعني مش هتلحق اللجان المعنيه تصدر قرار في خلال شهر او شهرين. أوكي. فبيقولوا حرصا على مصلحه اللاعب يعني، وان ده دخله وان دي شغلته وان ده يعني زي ما بتقول الدخل العام بتاعه ولاسرته، فبيديله شهاده مؤقته لمده سنه لحين الفصل في الموضوع. أوكي. انما في حالتنا مختلفه كابتن سيد. اوكي. ليه؟ لان صدر قرار نهائي خلاص. اوكي. وهو ما طعنش عليه. وخلاص فده بقى حق سقوط الامر خاص فيه. فالنهارده عشان يحرك حضرتك الشهاده الدوليه بتاعته او يخش في اي تعاقد مع نادي اخر يتعين عليه تنفيذ العقوبه اللي هي موقعه عليه. يبقى احنا اتفضل. في حد كلمني من الساده الزملاء العاملين في الميديا بيقول لك طب نفترض الفيفا اخطات وادته الشهاده الدوليه، خير وبركه له، ده هايل والله. ثاني يوم الصبح حضرتك اذا تم قيده في اي اتحاد وطني لاي بلد حضرتك انا ثاني يوم على طول هفطر لجنه شؤون اللاعبين في الفيفا واقول لها على فكره في صدر حكم بتاريخ كذا في القضيه كذا، والولد ده لعب وتم قيده في نادي كذا التابع للاتحاد كذا، فهيتم وقفه على طول فورا لحين حضرتك تنفيذ العقوبه اللي صدرت. اوكي. انا باكد على كلام حضرتك وبشكر حضرتك جدا، لان احنا لازم نخرج للمباراه، لكن بقول ان الاتحاد الدولي يعني بيراعي الحاجات دي جدا جدا، زي ما بيضمن حقوق اللاعب في كل صغيره وكبيره تتمثل في عقوده وتعاقداته مع الانديه والاتحادات اللي هو فيها، كمان بيضمن حقوق الانديه في الحالات اللي زي كده، والا كل واحد بقى بمزاجه يقوم واخد شنطته يا عم بلال يا عم اسامه عم ماهر ويقوم رايح بقى ايه جامع. انا مش عايز العب الشهر ده في مصر، عايز العب في اسكتلندا، عايز العب في نيجيريا، لا انا راجع بلدي وهكذا. شكرا جزيلا سيادة المستشار حلمي عبد الرازق، طبعا بالتاكيد هيبقى لنا كلام مطول مع حضرتك خاص بالموضوع ده في وقت غير وقت مباراه النهارده. نطلع للمباراه وبعد كده ان شاء الرحمن نكمل مع حضراتكم كابتن ماهر وكابتن اسامه وكابتن بلال، ويا رب ان شاء الرحمن باذن الله تكون نتيجه موفقه للنادي الاهلي في مباراته مع وادي دجله. انتظرونا بعد اللقاء على طول على قناه الاهلي.